أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. كاظم الساهر يفكر في الاعتزال وحقيقة توجهه نحو العمل السينمائي ومعلومات لأول مرة عنه. أثار الفنان كاظم الساهر قلق جمهوره ومحبيه في حفله الأخير بدار أوبرا دبي، بعد حديثه عن تفكيره في ترك الموسيقى والغناء أثناء حديثه مع الجمهور في الحفل وبعد ليلتين غنائيتين في أوبرا دبي. ونشرت الصفحة الرسمية لكاظم الساهر مقطعا من حفله الثاني في أوبرا دبي وهو يمازح الجمهور ويوجه حديثه إليهم. قائلا: يعني كل ما أريد أبطل موسيقى أنتم ترجعوني ومحبتكم ما أحلاها. وحاز كاظم الساهر على تصفيق حار من جمهوره بعد اعترافه بهذا الأمر أمامهم لأول مرة، ولكنه أثار قلق محبيه على الجانب الآخر خوفا من اتخاذه هذا القرار. وإن هالت تعليقات الجمهور على فيديو كاظم الساهر والتي تطالبه بالاستمرار في تقديم الأغاني الجديدة وعدم التفكير في الاعتزال. ووعد كاظم الساهر الجمهور في حفله الأخير بتقديم مجموعة جديدة من الأغاني من أجل محبتهم، ونشر فيديو كشف به عن جولته الغنائية القادمة مؤكدا: لأني أحبكم أغني. وكشف كاظم الساهر في الحفل عن سبب تقديمه مجموعة معينة من الأغاني باستمرار في حفلاته. وقال أن الناس تلومه على ذلك، ولكن الناس يعودون ويطلبون هذه الأغاني في الحفلات. وقدم آخر مفاجآته بأغنية حدثيني من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد في حفليه بدبي. وينطلق في جولة غنائية في مسقط وفي رأس السنة ببيروت، ويختتم جدول حفلاته بجولة غنائية أوروبية الشهر المقبل. ولم يتأخر عن زيارة صديقه المقرب ورفيق مشواره الشاعر كريم العراقي في المستشفى أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. ليجلسا معا في جلسة ودية يتذكران فيها ذكريات تعاونهما الفني ويتفقان على مشاريعهما الجديدة. في هذا الإطار أن كاظم الساهر كان قد اتفق مع شاعره المفضل كريم العراقي على مجموعة من القصائد الجديدة لتقديمها على مدار عام 2019، وقد يتجاوز عددها 5 قصائد غنائية، خاصة أن القيصر يفضل هذه النوع الذي لا ينافسه أي مطرب فيه. وكذلك قرر الساهر أن يضم أغنيتهما الجديدة المتمردة إلى ألبومه الغنائي الجديد الذي يعمل على إنهائه حاليا، ليكون جاهزا لطرحه في الأسواق بداية العام الجديد.
وقد تردد أخيرا أن القيصر قد يكون بطلا سينمائيا في الفيلم السينمائي الجديد الذي يقوم بكتابته الشاعر كريم العراقي. وهو ما تعجب منه مصدر مقرب من القيصر نافيا تماما ما يتردد عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن التمثيل خطوة مستبعدة تماما عن خطة القيصر. وقبل أيام نشر الساهر فيديو خاصا له قبل الصعود على خشبة مسرح أوبرا دبي ليدعو جمهوره لحضور حفلاته الغنائية في جولة جديدة يبدأها من دبي. ثم الأردن ويستقبل عامه الجديد في لبنان، ومن بعدها يتجه لمقابلة الجالية العربية في الدول الأوروبية. بدءا من حفله في السويد في 5 يناير وحتى حفله في إنجلترا في 19 من الشهر نفسه. ولد القيصر كاظم الساهر في 12 أيلول سبتمبر سنة 1957 لأسرة فقيرة في مدينة الموصل في العراق، وسط عائلة تتألف من 7 إخوة وبيت مساحته لا تتعدى 57 مترا. نشأته الفقيرة دفعته للعمل وهو في سن صغيرة، وكان أول عمل التحق به هو بائع مثلجات وبائعا للكتب وهو في عمر 10 سنوات، وعمل أيضا في أحد المصانع للنسيج. إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية الجيتارة، ومن بعدها تعلم العزف على آلة الجيتار ومن ثم العود. درس الموسيقى 6 سنوات في المعهد الدراسات الموسيقية ببغداد، وعمل بعدها أستاذا لمادة التاريخ، ودرس الموسيقى للتلاميذ لمدة سنة ونصف. عين معلما لمادة الفن والموسيقى في مدرسة الكربيش ومدرسة البيناتا في إحدى القرى التابعة لقضاء عقرة في شمال العراق أواخر سبعينيات القرن الماضي. وقد تزوج القيصر ابنة عمه وهما في عمر 19 عاما، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، ووقع الطلاق بعد مدة من إنجابه ولديه وسام وعمر. ويقول عن هذه التجربة: ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عاما وكانت وهي بنفس السن تقريبا، لم نكن ناضجين. يعتبر تعاونه مع الشاعر نزار قباني جواز سفر له للانطلاق في الوطن العربي والارتقاء إلى مستوى العالمية.
وكان أول ثمرة لهذا التعاون هو قصيدة اختاري، ومن ثم استمر التعاون عواما لينتج زيديني عشقا وفي مدرسة الحب اللتين جعلتاه من أفضل مطربي العرب. والفنان كاظم الساهر لديه ولدان من زوجته الأولى وسام وعمر. وسام من مواليد 81 وعمر من مواليد 87، وحفيدته سناء من مواليد 2011 من ابنه وسام. كانت أخبار كثيرة قد أفادت بأن المطربة التونسية لطيفة وراء طلاق كاظم الساهر من زوجته بسبب علاقة الحب التي جمعتهما في بداية التسعينيات. وأكدت تلك الشائعات عدم دعوتها لحضور زفاف وسام ابن كاظم منعا للإحراج. على الرغم من نفيها الدائم مؤخرا خلال استضافتها في برنامج بلسان معارضي عن وجود علاقة تجمعها بالقيصر، فإنها اعترفت سابقا أن علاقة حب جمعتها بكاظم، وصرحت يومها بالفعل: عشت قصة حب مع الفنان كاظم الساهر، لكن حب الأخت لأخيها. ولم يعرف كثيرون أن كاظم الساهر هو الفنان العربي الوحيد الذي غنى في القاعة الملكية في بريطانيا، وهو الفنان الثاني في العالم بعد مادونا الذي حصل على مفتاح مدينة سيدني. وسجل اسمه في شارع النجوم بلوس أنجلوس بعد أن احتلت أغنيته أنا وليلى السادسة على العالم بين أفضل 100 أغنية في القرن العشرين. حصل أيضا على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنية ها حبيبي عام 96 خلال مهرجان الأغنية العربية الأول بالقاهرة، وحصل على جائزة من اليونيسيف عن أغنية تذكر، وترجمت الأغنية إلى 18 لغة. ومن أهم أعمال كاظم الساهر في مجال التلحين كانت قصيدة طوق الياسمين لنزار قباني التي لحنها للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي. وتعاون مع المطرب جورج وسوف في أغنية سلمتك بيد الله، كما لحن ألبوم استحالة للمطربة التونسية لطيفة، ولحن كذلك قصيدة نزار قباني لماذا للمطربة المصرية غادة رجب. أصدر أكثر من 30 ألبوما وله أكثر من 50 حفلة، كما شارك كعضو لجنة التحكيم في برنامج The Voice. عزف الفنان كاظم الساهر عن الزواج لمدة دامت 18 عاما. هذا الفنان المغرد بالحب وألوانه عبر صوته وأغانيه. تزوج مرة واحدة بحياته في ريعان شبابه من فتاة نشأت في دولته ذاتها العراق، بعدما ارتبط شقيق الساهر بشقيقة الزوجة، واستمر كاظم الساهر يرفض الزواج لمدة طويلة حتى يطمئن على نجليه، حتى أخذ العمر يمر وتحول كاظم من والد إلى جد.
حتى أكد نجله وسام خبر ارتباط والده، وزف الخبر الصحفي الإماراتي ربيع هنيدي والذي نشر صورة من محادثة بينه ووسام. ويرد نجل الساهر قائلا: هو خطب لكن لم يتزوج حتى الآن وشكرا. وعلق هنيدي على محادثتهما معا وخبر الارتباط. قائلا: أكد لي نجله الحبيب وسام نبى ارتباط والده، وكل ما أتمنى أن يتجه الجمهور إلى أن يبارك أو يلتزم الصمت احتراما لمكانة هذا الرمز العراقي. وخطيبته سارة تحمل الجنسية التونسية والفرنسية. وبحسب الصحفية سهام بن عبد الله التي كانت تربطها بها علاقة قبل انقطاع أخبارها، فقد درست سارة الموسيقى بمعهد مختص في المدينة.